السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعهد الموسيقي بمدينة تمارا ليوم الاثنين، القرعة رجعت ورجعت حلة جديدة حلة أخرى، ونخليكم مع التفاصيل، تفاصيل جديدة واللي غادي تشوفوها معنا إن شاء الله. الحمد لله على سلامة هاد الناس هادو، الحمد لله على سلامتهم، والله يسخر الجميع، ونتمنوا من الله ناس أخرين حتى هما ياخذوا الحق ديالهم وتمشي الأمور مزيان، والله يسخر الجميع. نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم، معكم هشام السياح، رئيس جمعيه النهضه والتنميه ديال جوطيه الفوارات اللي كانت تحققت في 2008. اليوم الحمد لله تمكننا اننا نوصلوا للقرعه من اجل الاستفاده ديال المنخرطين ديالنا اللي كيبلغ العدد ديالهم 321 منخرط. فمن بعد واحد المجهودات كبيره اللي قاموا بها الناس ديال المكتب، لا الناس المنخرطين، لا الجمعيات الحقوقيه اللي كانت واقفه معنا، لا الناس ديال الصحافه اللي كنوجه لهم تحيه كبيره اللي واكبونا في هذه المسيره النضاليه. فالحمد لله اليوم كنتمكنوا اننا نديروا القرعه ديالنا من اجل الاستفاده في واحد المركب تجاري اللي فيه 317 منخرط منا غياخذ الدكاكين ديالهم. وبهذه المناسبه كنقدموا الشكر للسيد العامل كذلك السيد الباشا اللي قام بواحد المجهود كبير في هذا الملف خاصه في هذه الفتره الاخيره. ما نساوش بالذكر والشكر للسي عزيز الحاج عزيز ديال البشويه اللي قام بواحد المجهود اللي جبار باش ناخذوا هذه المحلات ديالنا. العمليه كيفاش جرت في ظروف اللي هي سلسه وعاديه، بحضور جميع المنخرطين، بحضور ناس ديال العمران، بحضور ناس ديال المجلس الجماعي، بحضور ممثلين ديال جمعيه النهضه والتنميه، وكذلك ممثلين السلطه. الامور الماليه فالدكان كيبلغ الثمن ديالو 2.5 مليون، غادي نعطيو 10000 درهم في الشهر الاول من وراء القرعه. من بعد غادي تكون واحد لابارتي الثانيه اللي فيها 3 شهور غنخلصوا فيها واحد 10000 درهم، وكتبقى واحد 5000 درهم حتى ناخذوا الاشعار، ناخذوا كجمعيه ناخذوا الاشعار بنهايه الاشغال. فكنشكروا عاوتاني مره اخرى جميع اللي دعمنا ولا اللي نسيناه من قريب ولا بعيد باش ناخذوا المحلات ديالنا، وتحيه لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.